حققت منطقة عجمان الحرة من خلال الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة في الإمارة إنجازات ملحوظة من خلال خطط استراتيجية اعتمدت على أهمية التوسع والانتشار مما أسهم في زيادة الأرباح ورفع معدلات النمو. زاد حجم النمو الذي حققته منطقة عجمان الحرة للعام الحالي بنسبة 34% عن العام الماضي، إضافة إلى استقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة في النصف الأول في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. لا نرى حدودا للقمة بما لدينا من خطط متكاملة تضع الاهتمام بالمستثمر في المقام الأول بجانب مواكبة المستجدات العالمية التي تشهد تطورات متسارعة، ساعيا نحو فتح آفاق استثمارية جديدة.